قبل سنوات يتصل علي شاب اسمه أحمد، أعطني قلبك. والله ما تكلم أخوي حبيبي الشيخ منصور، ولا تكلمت أنا، ولا وقفنا هذا الموقف إلا نحب لكم من الخير ما نحبه لأنفسنا وأكثر. أي والله، لذلك اسمع هذه القصة بقلبك علها تغير الحال الواقع. ما تدري شو الخير فيه، والله ما جابك إلى هذا المكان إلا الله، لأنه يحبك. إيه يحبك، فأسمعك مثل هذه الكلمات: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادرين فيا. اتصل علي قبل سنوات شاب اسمه أحمد، الشيخ أبو علي، قلت له آمرني فديتك. والله يا أحمد هذا عمري ما شفته. قال شيخ ممكن آخذ من وقتك شوي؟ قلت له تفضل أسمعك. قال لي شيخ قبل أيام ولد عمتي اسمه عبد الرحمن مات في حادث مروري، راجع من الجامعة مع 3 من أصحابه، وفي طريق العودة صار عليهم حادث مروري بسيط ما يذكر، لكن الضربة جت على عبد الرحمن هو السواق، سببت نزيف في المخ، دخل في غيبوبة. أصحابه 3 اللي معاه في السيارة ما فيهم شيء، سليمين معافين، ينتظروا الإسعاف. جاء الإسعاف، حطوا عبد الرحمن داخل عربة الإسعاف، ركبوا أصحابه معاه في الإسعاف، يسابقون الوقت علشان يلحقون ما يلحقون المستشفى. وهم في الطريق شوية اللي عبد الرحمن يا شيخ ناظر، فتح عيونه وجلس يناظر، ثم قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا أبو علي 4 مرات نطق بكلمة التوحيد. قلت: هنيئا له يا أحمد، عند أبي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إن شاء الله أنا من أهل الجنة يا أحمد. قال: انتظر يا شيخ، جاءنا الخبر، أخذت أهلي وأقاربي ورحنا نستلم جثة عبد الرحمن من ثلاجة المستشفى. استلمنا الجثة وفي مغسلة الأموات، أقسم بالله يا أبو علي، عبد الرحمن وجهه يتلألأ نور وضياء، والله عبد الرحمن مبتسم ابتسامته اللي يعرفها ما أنكرها، والله يا أبو علي أصابع يديه الثنتين بهذا الشكل تشهد له بكلمة التوحيد. قلت له: هنيئا له يا أحمد. قال: يا شيخ اسمعني، كفناه بعد ما غسلناه وصلينا عليه، دفناه وقمنا في عزاه 3 أيام، وشغلي الشاغل عبد الرحمن عمره 22 سنة ويختم حياته ب4 مرات لا إله إلا الله، عمره 22 سنة وجهه نور وضياء، عمره 22 سنة وأصابع يده بهذا الشكل. يا الله، عبد الرحمن له 8 شهور في التوبة ويختم الله حياته بهذه الخاتمة. شغلي يا الشاغل عبد الرحمن أيام العزاء، ليش تاب؟ ليش تغير؟ إيش الشيء اللي غير عبد الرحمن؟ أنا أدري قبل 8 شهور كان يسمع أغاني، كان يتابع مسلسلات، كان ينهزم للشهوات، كان زي غيره من الشباب. إيش غير حياته؟ يقول: انتهت أيام العزاء، يدفعني الفضول، أبغى أعرف ليش تغير. يقول: رحت لأم عبد الرحمن عمتي، يقول أحمد سلمت عليها وقلت لها: أم عبد الرحمن ممكن طلب؟ قالت: أبشر يا ولدي يا أحمد. قال: أبغى جوالات عبد الرحمن الاثنين. قالت: ما طلبت شيء. دخلت الغرفته، جابت الجوالات وأعطت أحمد، قالت: هذه الجوالات. يقول: أخذت الجوالات وقاعد أقلب في صندوق الرسائل المرسلة وفي صندوق الرسائل الواردة، أبغى أعرف السر اللي غير حياة عبد الرحمن. يقول: يا شيخ قاعد أقلب رسالة ورا رسالة، عرفت السر يا شيخ، عرفت عبد الرحمن ليش تاب. قلت له: ليش يا أحمد؟ قال: وجدت رسالة منك أنت يا شيخ عبد الرحمن. أنا يا أحمد؟ قال: إيه أنت. قلت: إيش مكتوب في الرسالة؟ قال: مكتوب في الرسالة: بشرك الله بما يسرك، أفرحتني بتوبتك وعودتك وإنابتك ورجوعك إلى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، أسأل الله أن يجعلك من أسعد عباد الله. أنا يا أحمد؟
قال لي والله يا ابو علي اصلا ما عرفت رقمك ولا اسمك الا من الرسالة. قلت له ايش مواصفات عبد الرحمن؟ قال طويل القامة، ابيض البشرة، سيارتك كذا في الحي الفلاني. والله ما عرفته ولا تذكرته. قال يا شيخ ايش رايك اقابلك بكرة، عندي صور لعبد الرحمن اوريك يمكن تعرفها. قلت له باذن الله على الوعد بكرة. قاعد انتظر بكرة علشان اشوف عبد الرحمن. جاء وقت الموعد اتصلت على احمد وينك؟ قال في نفس المكان. جيت سلمت على احمد، عجل ورني عبد الرحمن. خرج جواله فتح على صورته وراني عبد الرحمن. اناظر هذا عبد الرحمن يا احمد؟ قال لي يا شيخ عرفته. هذا عبد الرحمن يا احمد؟ قال لي يا شيخ عرفته. قلت اي والله عرفته، اي والله عرفته. والله ما قابلته في حياتي الا مرتين، والله ما شفته بعيوني الا مرتين، ولا سمعت صوته الا مرتين. لكني على يقين ان اصلحنا العمل والنية سنلتقي يوم القيامة بلا فراق في جنة ونهر عند مليك مقتدر. اناظر الصورة، يا الله هذا عبد الرحمن. قال لي يا شيخ ايش قصته؟ قلت حضر معايا في جلسة دعوية زي هذه الجلسة. انتهى اللقاء جاني متأثر يحتضني يبكي يقول ممكن رقم جوالك يا شيخ؟ قلت له هذا رقم جوالي. وصل البيت عبد الرحمن، أخذ كل المعاصي والذنوب وحطها في كيس وجعلها في درام النفايات، وأرسل لي رسالة يقول أبشرك يا شيخ وصلت البيت وانتصرت على كل المعاصي والذنوب وحطيتها في درام النفايات. والله يا شيخ كأني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. أرسلت له رسالة، بشرك الله بما يسرك، أفرحتني بتوبتك وعودتك وإنابتك ورجوعك إلى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، أسأل الله أن يجعلك من أسعد عباد الله. دق علي مباشرة عبد الرحمن، قال يا شيخ أقدر أقابلك بكرة؟ قلت له ليش؟ قال يا شيخ عندي مشكلة بسيطة وأنا تائب إلى الله، يا ليت نحلها مع بعض. قلت له أحمد بكرة الجمعة بعد صلاة الجمعة نتغدى مع بعض. قال ما طلبت شيء. صليت الجمعة إلا عبد الرحمن الصادق يدق علي، على الوعد يا شيخ؟ قلت له على الموعد. تقابلت مع عبد الرحمن، أخذته مع بعض الشباب وخرجنا في مخطط من المخططات، حطينا الفرش، تغدينا، أخذت عبد الرحمن بيده وقاعدين نمشي في المخطط علشان أسمع إيش عند عبد الرحمن من مشكلة. عبد الرحمن قال لي يا شيخ صحيح عمري في التوبة ليلة يوم واحد، لكن والله يا شيخ أجمل يوم في حياتي، والله أسعد ليلة في حياتي، كأني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. يا شيخ أنا تخرجت من الثانوي ومعدلي رائع جدا وعندي طموح أواصل الجامعة، لكن ما أقدر أواصل الجامعة، تدري ليش؟ قلت له ليش يا عبد الرحمن؟ قال أبوي متوفي وأنا أكبر أخواني، أمي أخواني أخواتي اللي أصغر مني ينتظرون إني أعيلهم وأصرف عليهم. إلى متى وحنا عالة على الناس؟ بعد الثانوية أخذت ملفي وجلست أقدم في وظائف. أقول لك صحيح إني لقيت وظائف، لكن كل الوظائف اللي لقيتها خارج المدينة اللي أمي وأخواني ساكنين فيها، اضطريت إني أتوظف داخل المدينة. تدري إيش الوظيفة يا شيخ؟ قلت له إيش يا عبد الرحمن؟ قال في مطعم توصيل الطلبات بالمجان. في مطعم توصيل طلبات بالمجان، صحيح الراتب 1700 ريال، لكن فيها خير وبركة، أهلي ينتظرونها آخر الشهر. تدري إيش معناه توصيل طلبات بالمجان؟ كم من الاتصالات تهزيء والطلب ناقص، تأخر، بارد، كنسل الطلب، من شقة إلى شقة، من حارة إلى حارة، وهذه حياتي، لكن أصبر علشان أمي وأخواني وأخواتي. تدري إيش معناه توصيل طلبات بالمجان؟ كم من بنات يكلموني أوصل لها الطلب، أحاسبها، تكون معي علاقة، تقول لي أدخل البيت فاضي. عبد الرحمن زي غيره من الشباب يرسم، يتطيب، يتزين، يتجمل، يقول كم انهزمت لهذه الشهوات. يا شيخ أنا اليوم تايب، أنا اليوم عايد ومقبل على الله وبين نارين، أبقى في هذه الوظيفة علشان أمي وأخواني وأخواتي؟ أتركها علشان ديني، هدايتي، استقامتي؟ أنا اليوم أطرح القضية بين يديك،
ايش نصيحتك يا شيخ؟ ناظرت في عبد الرحمن، والله ما قلت له الا هذه الكلمات. يا الغالي يا الغالي يا راس المال اللي زينك الله بلحية وثوب قصير وأدخلك بيته وأسجدك له وأركعك بين يديه، أتحس بالطريق مفروش بالورود؟ لا والله، والله الطريق يحتاج إلى تضحيات، إلى بذل، إلى عطاء، مليء بالفتن والمحن والمدلهمات، ليميز الله الخبيث من الطيب. عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله، هذه كلماتي له. عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله، إلا دينك يا عبد الرحمن لا تخسر دينك. أنت أدرى بنفسك، إذا كانت هذه الوظيفة تجعلك تخسر دينك، تقدم تنازلات، اتركها. ووالله يا من ترك شيء لله أن يعوضها الله خيرا منه. قال لي بإذن الله، نزلت لسيارته، والله ما شفته بعد اليوم إلا في الصورة. كلمت أحمد بهذا الكلام، قال لي والله إنك صادق يا شيخ. كان لقاءكم يوم الجمعة، قلت إيه. قال يوم السبت أخذ تفويض السيارة واستمارة السيارة وراح لإدارة المطعم وقدم استغناء واستقالته، أخذ ملفه وأوراقه وقدم في جامعة الملك خالد قسم شريعة وقبل، والمستوى الأول، المستوى الثاني مات قبل أن ينتهي المستوى الثاني. أبو علي، أبو علي، أقسم بالله بعد توبته بشهرين ينزل قرار تعيينه من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مؤذن للجامع اللي بجوار بيتهم براتب 1700 ريال. عوضه ولا ما عوضه يا شباب؟ أعطاه ولا ما أعطاه؟ وينزل له مكافأة الجامعة 1000 ريال. اترك الدنيا فديتك، اترك 2700 فديتك، لكن القضية على ايش مات؟ 4 مرات لا إله إلا الله. والله ما قدم الصحابة دماؤهم وأموالهم في سبيل الله إلا من أجل هذه النهاية السعيدة. والله ما تاب التائبون ولا سكب العبرات المذنبون إلا من أجل هذه النهاية. والله ما بحت أصوات العلماء والدعاء المصلحون إلا من أجل هذه النهاية. فديتك، أما تريد هذه النهاية؟ أما ترغب أن تختم حياتك بلا إله إلا الله بخاتمة حسنة؟